الأمن الجزائري يبيع العدس في المزاد العلاني. كيف زايدوا عليه؟ اخوان السلام عليكم، مرحبا بكم عساني في فيديو جديد. هاد الشيء المدونه اللي واقع، علاش ما دويتيش اي ناس، علاش ما هضرتيش، علاش ما درتيش شي كومونتير في شي فيديو؟ انا اخويا ما انسان ريد بيل، فهمتي؟ انسان ريد بيل، اتجه الى المقطاو. مقطاو هي حركه ديال المهم بات في امريكا، ديال الرجال ذاهبون في حال سبيلهم. شوف الصاد، انا ما ندخلش في هاد البلانات هادو، ما الاول غادي نمشي غادي نعيش مع واحد الانسان اللي كيدير لك المانيبيولاسيون، اللي كيطبق عليك دي استراتيجي، اللي تيحاول يدير لك شي تيست، اللي تيحاول يستفزك، اللي تيحاول يدير لك بزاف ديال البلانات قبل اصلا ما يكون هذا البلان، هذا البلبل اللي كاين دابا. ديجا انا انسان ريد بيل، وديجا متشبع بالافكار ريد بيليه، وانا ما تيبقاوش في دوك الناس اللي تيتقولبو تيطرالهم شي بلان، ما تيبقاش فيه. علاش؟ لانك انت انسان بيتا، انت اختاريتي تكون بيتا، اختاريتي تكون انسان بلو بيل، اختاريتي انسان تكون بلو بيل، اختاريتي تكون انسان حالم، تكون كتحلم بواحد المستقبل والحياه جميله وورديه والحب، واحد الانسان معاك. داكشي الصاط راه ما كاينش اصاحبي من الاخر. انا فاش كنشوف شي راجل تقولبو ولا مشى طرالو شي بلان مع شي وحده ولا، كنقول في بالي يستاهل، لانك انت انسان بلو بيل، بيتا بيتا، بيتا. وتي ضحكوني فاش كيجيو كيقول لك كيقول لك شوف حنايا، يقول لك حنا ما مسوقينش لهذا الشيء اللي راه لهذا الشيء اللي كيطرا، وكذا اصلا ما يطرش فينا اصلا. انا بواحد الانسانه اللي كنحبها وهي كتحبني وغادي نمشيو بعيد، وانا كنعرفها مزيان. شوف الصاد، راك مستحيل تعرف بنادم كي داير، ما يمكنش. باش نزيدك في راسك، الانسان بالطبع ديالو كيتقلب. انت مع واحد الانسان هو في دال وهو مزيان معاك، شنو ضمن لك انه من 3 سنين ما يتبدلش عليك؟ شنو ضمن لك من 3 سنين ما غاديش يتفليب ويبدا لك يبدا يدير لك لي استراتيجي؟ واصلا دوك لي استراتيجي كاينين في الغريزه ديالو، تيطبقهم عليك بلا شعور، داكشي في اللاوعي ديالو تيطبق عليك دوك اللعيبات. اخويا ويطبق عليا داكشي انا ونتهان وطيح لي الرجوله ديالي، ونولي واحد الانسان بلو بيل، ونولي انسان غير حالف امي. انا واحد الانسان اللي ريد بيل، وان شاء الله كنتجه للمقطاو، والمقطاو يناديني يوميا الصاد، فهمتي؟ وعايش بيس، عايش باخر، عايش واحد السعاده عارمه. فلوس اللي كتبقى لي في جيبي كندير ما بغيت، كنسافر فين ما بغيت، كنشري اللي بغيت، ما مريضش نفسيا، ما عنديش ضغوطات، الحمد لله بخير. الحنان الله يرحمه صافي الصاد، فهمتيني؟ عيش بيس. وما باغيش وشوف، غالبا فاش كتاخذ الحبه الحمراء ديالك الصاد، مستحيل ترجع بلوبيل، مستحيل، لان خديتي الحبه الحمراء، فهمتي الجيم، فهمتي القصه، فهمتي اللعبه كيفاش طايره. مستحيل، راه كتولي بحال واحد الانسان واقف في واحد الجبل وتيشوف كلشي مقولب، وتيشوف وتيكون مساكن ما فاهمين حتى لعبه بحال هكاك. وما تنهضرش انا غالبا في هذا الشيء مع الناس، ولا لان ما يفهموكش، لان كل لان غالب بنادم بلوبيل، كتبان له انت في شي شكل، كتبان له كتهضر في شي حاجه ما من الفضاء، وفي الاخر فاش تيطرا له شي بلان تيتقول تيجي تيبدا يبكي عليك. واخاي انت ما بغيتيش تكون الفا، ما عندي ما ندير لك. بيتزا لوبيانو بيتزا باللوبيا، هاتي على مواد عندي انا عارفين. عاد دابا كنت كنهضر لكم في الريد بيل، شويه نقصت وليت كنهضر لكم دابا في لوك. شو دابا هادي اخر ماكينة الخوز، بيتزا لوبيانو فرماج كدا موزاريلا لعيبات، والله ما كدا. بيتزا شاف عظيم، بيتزا لوبيانو طانيانو يا بيتزا باللوبيا، والله ما كدا. ولا كيتفننوا تفنن مزيان، الانسان يبدل يبدل الطريقه ديال الاكل، فهمتي؟ يبدل الاكل، عطي بحال اش داير هذا الشيء، بحال الزواج، بحال كل نهار كتاكل حاجه، فهمتي؟ كتبقى تاكل نفس الحاجه نفس الحاجه كل نهار. كيطلع لك في راسك، وهي راه كاينه النظريه كتقول لك على ان الا بقيتي كتاكل الكروفيت كل صباح راه غادي يطلع لك في راسك الصاد، واخا شويه مره ومرات تقليه، مرات ديرو في الفران
كيبقى كروفيت كروفيت الصاط غيطلع لك خلاص كيطلع لك خلاص. حبست لي مخي. اشوف انا الباطيمه هذه هي باريزون، هذا شوري شونتيون راهي مغروسه تحت الارض. شوف هاليك الريتشوسي، شوف انا اللي خايف نطيح. الريتشوسي الان دو التروا والكاد والسانك راك تحت التراب. ها دفنوها، غادي تعيش مدفون يا صاحبي. دابا ما راس ما عندهمش الساس، داك لابارسي كامله اللي خصهم يديروها هنا خصهم تكون كلها ساس وحد هنا عاد بدا الايطاج الاول وعاد طالع على العماره. نو هما ضيعوا الساس، هما مالهم حماق هما داك الشيء فهمتي، كيامنوا بداك العبد ديال الله كتب عليك شي حاجه صافي. آه هي راه ربي كيكتب عليك شي حاجه، ولكن انت راه لا تلقوا انفسكم الى التهلكه. ما كاينش الساس، كاينه عماره من الطابق الاول هذاك هو الساس وطلع. الا جيتي دفعتي بحال هكا يطيحك وتجي راك تحت التراب. كيف كيف منايا انا مانيش اني ماني حاير، هذا اللي يطولوا تحت باريزون. انا كنت فرحان شغل الجماعه يطولون تحت في الريتشوسي ولا البريمي. شو كثر ديجا راه حتى 5 ايطاج مازال تحت التراب. داكور هادو راه مغروسين تحت الارض. ديجا واحد داو معايا هنايا قال لي عطوني شغل البريمي ايطاج، كان فرحان مسكين شاف هكذا ديجا نغم نغم مسكين نغم. هذه تاع 1500 والتحت اللي راه مقابليني مليح هذوك تاع 2500. دوك نزيد نشوف من جهه مليح. دابا هادو بثمن والاخرين بثمن. تخيل معايا اللي ساكن هنا وكيفاش الصباح كيشوف التراب هنا والتراب هنا. والله الدار غادي تغمل، ما تتغمل حيت الشمس ما عندهاش كيدير الدخول، غتغمل الدار. الاميه في المروك 30%، ايماجين 30% ما يعرفوش يقراو ويكتبوا في المروك. الاميه مساك هذاك بلي في المغرب حنايا حنا ورثنا حاجه على فرنسا شغل المؤسسه الجمهوريه. حنايا عندنا تعليم اجباري في الجزائر، في الجزائر ما كاش لي الاميه في الجزائر ما كاش لي ما يقراش ويكتب ومنها يعني لازم تقرا. عدد الجزائريين الاميين الذين لا يقسم بالله لك كنستاهلني خرج هذا الفيديو حق الله. كنت انا باغي نقول له راه تسبونا شنو كاع ساعه سبحان الله خرج في المونتاج. سنون لا الكتابه ولا القراءه، عددهم 90% من المواطنين. نصيحة لك يا هذا، تفاهم مع رئيسك في نسبة الأمية عندكم وبعدها تكلم عن المغرب. يكفيك هذا العصير في كاس كبير اليوم. شعصير دي ستارباكس الله لا المونتاج مقود. جماعة المخزن راهم يضحكوا ويطنزوا، هذوك ما راهمش فاهمين، هذوك يفكروا بسطحية. يا جماعة المخزن تبعوا معايا مليح باش تفهموا، عمي تبون باغي نشوف البحر الأبيض المتوسط، اللي يلحقنا بلوكيه ما رانيش نزعقه. المهم كي يشوف البحر الابيض المتوسط اش غادي يصرا اوتوماتيكمون غادي يما تاع المحيط الاطلسي يدخل ويجي حدا لاجيري. عمي تبون جاته فكره عبقريه، قال بيسكو اللي قبلي ما قدوش يوصلوا للمحيط الاطلسي من هذا الطريق، انا غادي نجره يدور من هيه ويجي تال عندي بيه بالسمك تاعه. دونك انتوما اللي ما فهمتوش وقعدتوا تضحكوا. شوفوا شكون اللي يضحك التالي يا جماعه المخزن. وتحيا عمي تبون. شو جماعه المخزن؟ ويلي دابا انا باغي نشف في البحر. مخباروش ان اصلا راه حنايا مكتشفيني شي 5% ولا شي 2% من 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 اجمال ديال المحيطات اللي العالم مكتشفيني شي 2%، يعني ما تبقى راه ما وصلاش اصلا البشر. دايزي فوق منا بالطياره، المهم ما وصلاش شي واحد عام تما ولا داز بالباطو ولا اكتشف في الاعماق ديالها. مزيان جو بونس واع اعماق ديال البحار تقريبا شي 95% ولا شي 98% ما كتشفهاش الانسان، حيت صعيب توصل ليها. الضغط كبير والماء لا نهايه كاين. كيفاش انت جاتي تقول لي نشف؟ والله لا كيكتبوا له في ورقه وكيعاود. والله يا حفيظ الراجي خويا، والله ما تمنينا حاجه، والله ما تمنينا حاجه. خونا كيبكي بسبب الكام. حقرونا عاود دراجي خويا، حقرونا ظلمونا. والله ما عقليه ما نكذبش عليك عاود دراجي خويا، والله يا عاود دراجي خويا، والله العظيم يا ربي طول في عمرك. كي نتقدك يقول ربي طول في عمرك. هذا هو اللي قال لهم والله ما عقليه، علاش بلوكيتيني؟ والله ما عقليه. مغاربه سي نورمال، مغاربه الاحرار خويا العزيز. تكلفوا بيا داروا لي ابارتيمون مصاريف يا خويا، واش نقول لك؟ قد ما نشكركم قليل فيكم، نقول لكم يعطيكم الصحه قليل فيكم. انا انسان جزائري شخص حر،
قسما بالله العظيم غير المغاربه تتفوخ راسي خويا العزيز. انا شفت التعامل تاع المغاربه شفته في الواقع، ما شفتوش في التواصل الاجتماعي ولا شفته في التليفون ولا. انا المغاربه انا واحد من الناس قطعت بيا الحبل هزوني حطوني في السما خويا، من البيت خرجوني خويا العزيز. دابا والله العظيم اقسم بالله الحمد لله ما نقدرش نفارق هذه البلاد، ما على باليش كيفاش نجي ليها هكذاك على ربي وخلاص. والله العظيم على بالي بلي راني في وسط الرجال. وقسما بالله غترحب بك الجنة. عمرهم لا بوليس تواكم عمرهم ما سبوني ولا كش ما دارولي. وبورتو كاينه هذيك السياسة ما بيناتنا هذيك، عمرهم ما تعاملوا معايا عمالة خايبة. توجور كي نسمع كلمة مرحبا بك قسما بالله الحمية يتشوق. ونشكركم بزاف يعني عندكم واحد التعامل طيب. سمعتي؟ ما خلى لي ما نقول، هو قال كل شيء، راه قال كل شيء، راه عايش في المغرب وقال لي كاين. سمحوا لي سمحوا لي، الله غالب. فيردي. الله غالب خوتي، انا راه عندي الشعب راه مضرر. ولاية وهران يقطع فيها الماء، وندمي الناس. ها يضحكوا علينا، يا سيادنا. توانسة والاخرين والاخرين. الاخرين. عجبتكم هذا الشيء؟ يا تديروا كثار كثار. يا انا نقول لك كثار كثار كثار. يا يا نعطيك عشاس تاع اليوم ما نمدهلكش. يا يا راه تاخر اطلق على الرجال الماء، اطلق على الرجال تيور، اطلق على الرجال الماء، اطلق. الامن الجزائري يبيع العدس في المزاد العلاني. واو كيف زايدوا عليه. مليون هي شي 10 دريال ديالنا حنايا ولا وكيت زايد. راه دابا وصل لواحد العدد كبير 100 و200. شكون هذا خلص 100 و200؟ انت مبروك مبروك، استفدتي من مخنشة عدس. راه 10 دريال شي صاك د الفلوس. سيدنا الملك نقول له سيدنا، نقول له سيدنا، هادو ماشي انا كون جاك جيت يعني عندنا في الجزائر رئيس كيما هذا ماشي نبوسلو يدو نبوسلو رجلو نبوسلو راسو. كيفاش عزز ولاد بلادو دخلهم شغل انت جاي انت فرحان بلادك احتضناتك اه وتقولوا لي كيفاش وتسبوه. المشكل يجوا لي تعاليق يسبوه في الملك، واش هاد الملك يتسب يرحم باباكم اه يتسب والله العلي العظيم ما لقيتش واش نهضر، ما لقيتش واش نهضر. انا هذا راكو تقولوا عليه كذا وكذا وتكتبوا لي في التعاليق وروحي بوسي لي نبوسلو يدو، هذا يستاهل ماشي غير بوسه اليدين بوسه الرجلين. راه شوف راه عاش الملك وسط حرام مغربيه سالينا اه حد الهضره راه غتبقى في فمنا حتى الى ان يريت الله الارض ومن عليها. من الاخر واللي بغى يقول شي حاجه يقولها حتى الصباح. هادشي اللي كاين. حتى انا كنوصل لاخر ديال الفيديو اخوات، تلاقاو في فيديو جاي. بيس الله ان شاء الله.